معي على الهاتف معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأستاذ الدكتور طارق شوقي. مساء الخير يا دكتور طارق. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب والسادة المشاهدين بخير. يعني ربما كان لقاء اليوم لتنمية الأسرة المصرية، التعليم هو الحاضر الدائم في كل مناقشاتنا لإصلاح وضع هذا البلد ونقله من حالة إلى حالة. وجاءت كلمات رئيس الدولة بحضور الجميع على الهواء مباشرة أن هناك مقاومة شديدة لإصلاح التعليم في مصر، وأنه سيادتك بتتلقى الكثير من هذه الضربات وهذه المعوقات. يعني تعليقك على كلام الرئيس النهاردة وتعليقك على ما تحقق في منظومة إصلاح التعليم خلال الفترات الماضية. والله يا فندم، هو يعني لولا إيمان القيادة السياسية الحقيقة ممثلة في فخامة الرئيس بضرورة بناء الإنسان المصري كعمود رئيسي للجمهورية الجديدة، لما كنا يعني مشينا هذا الشوط في تطوير التعليم الحقيقة. ويمكن الحديث اللي حضرتك سمعته هو مكاشفة لا يستطيع القيام بها غير السيد الرئيس في أمور حساسة، بس كان مهم اننا نفكر فيها. يعني هو ادى امثلة الحقيقة في غاية الاهمية، زي المسابقة بتاعت وزارة الاتصالات اللي تقدم لها 300,000 نجح منهم عدد صغير جدا. مثلا ما وراء هذه القصة هو كيف انه النظام التعليم اللي بنحاول نطوره كان يؤدي الى شهادات، يعني الناس كانوا طالعين اوائل في الثانوية العامة في هذا الوقت وكملوا في الجامعة، وانتهى الأمر لأنه المؤهل منهم حقيقة كان عدد صغير. فده اللي احنا بنحاول نطوره ونصلحه، بس يمكن الثقافة السائدة لازالت مهتمة بالشكل مش بالجوهر. صحيح. مهتمة بالشهادة مش بالمهارة، ومهما قلنا يرى الناس انه ملاش لازمة أو حاجة. يعني مفيش لسه اقتناع بضرورة إن احنا مصلحة ولادنا أو لو كنا بنحبهم فعلا لازم نديهم مهارة يواجهوا بها الحياة، مش شهادة فارغة من التعلم. وده الرئيس بيحاول يقوله، عشان كده سأل احنا عاوزين تعليم ولا لأ. طب إذا كنا عاوزين تعليم كيف نبقى عاوزين تعليم ونساعد ولادنا يغشوا؟ فبنحاول بقالنا شوية، ويمكن الدافع لكل ده هو الحب للجيل الجديد للشباب. الدكتورة هالة السعيد ورت الهرم السكاني وقد ايه الشباب الصغيرين هم الأغلبية. احنا مسؤوليتنا واجبنا ندي للأطفال مهارة كسلاح يواجهوا بيه المستقبل، حتى لو كان بعض الكبار منا لازال يعتقد إن الورقة هي المهمة والوظيفة الميري هي المهمة. المهم هو ما يتمتع به الطالب أو الطالبة أو الشاب أو الشابة من مهارة بجد. فلو اقتنعنا بده هنساعد بعض، والدولة هتظل توفر كل ما تستطيع للجيل ده واللي بعده واللي بعده إن هم يقفوا على رجليهم. دكتور طارق، يعني عملية الإصلاح الهيكلي لمنظومة التعليم في مصر، حضرتك كنت احد هؤلاء اللي درسوا المشكله قبل ما تبقى وزير، وتوليت الوزاره في ظروف صعبه جدا وما زلت تقاتل في امواج متلاطمه. طمني على المشروع يا دكتور طارق بشكل عام بعيدا عن تفاصيل. يعني لا، احنا قطعنا اشواط كثيره جدا يمكن محتاجه وقت عشان الناس تشوف الصوره على بعضها. الورث في التعليم كبير جدا، ضخم جدا. أستاذ نشأت إحنا فبراير 17 كان في داخل منظومة التعليم 21 مليون طالب. صحيح. النهاردة في أكتر من 25 مليون، يعني إحنا زدنا فوق الـ 4 مليون في الخمس سنين اللي فاتوا. العدد ده جه وإحنا بنشتغل، يعني زاد عليك 4 مليون. يعني زي ما دولة رئيس الوزراء أشار، وزي ما الدكتوره كل الحاضرين النهارده أشاروا لموضوع الزيادة السكانية، ده لو ما كانش في مشكلة خالص في التعليم لما بدأنا، لو ما كانش في مشكلة تخيل لما يزيد عليك 4 مليون طالب، محتاج كام فصل وكم كتاب زيادة وكم وجبة زيادة وكم معلم زيادة بس عشان تستوعب العدد ده. فما بالك
ان انت مبتدي من نظام فقد صلاحيته تقريبا الاكاديميه، وثقافه التعلم ذهبت في العشرين سنه اللي قبل ما نشرع في هذا، مع عجز في الفصول يفوق 200,000 فصل، وعجز في المعلمين يقارب ربع مليون معلم. فمشكلة كبيرة جدا، وعشان نتناول مشكلة بالحجم ده أكيد مفيش عصا سحرية في ده بالذات تغيره في يوم وليلة. وقلنا هنمشي إزاي بالظبط، هنحاول نعيد بناء النظام أكاديميا بحيث يبقى المناهج الجديدة اللي ابتدينا فيها فعلا من سنة 18 بدأت من رياض الأطفال واحد اللي هو KG1، النهاردة وصلت للرابع الابتدائي، يعني عملنا 6 سنين من المناهج الجديدة. ففي أجيال ما بقتش بقى خلاص شايفة المناهج القديمة. صحيح. بس طبعا زي ما السيد الرئيس قال، الطفل بيحتاج 16 سنة عشان يوصل من أولى ابتدائي لآخر الخط بما في ذلك التعليم العالي، وبالتالي ما ينفعش كل شهر وكل يوم نقول فين ما لسه ما الفصول ما الكثافة. لا، دي هتاخد وقت، بس طول ما في خطة وطول ما في تقدم وطول ما احنا شايفين رايحين فين، احنا شايفين ان الصف الرابع ده احنا شغالين دلوقتي على مناهج السنوات اللي بعده علشان نبني هذا المستوى المهاري للأولاد، وفي نفس الوقت أضفنا قدر هائل من التكنولوجي للمنظومة في المرحلة الثانوية بالتحديد. بقى في منصات لم تكن موجودة قبل سنة 17، احنا عندنا أكبر محتوى رقمي تعليمي يمكن في العالم، وده بشهادة كل الدول اللي حوالينا اللي احنا بيطلب مننا يعني مشاركتهم فيه يمكن كل أسبوع. فعندنا منصات، وعندنا منصات إلكترونية، وعندنا منصات امتحان وبنوك أسئلة، كل دي حاجات ما كانتش موجودة في الخمس سنين اللي فاتوا. كان في بناء لخمسين مدرسة ياباني من العدم، ما كانش فيه قبل كده. وعندنا خلال أسبوع هيبقى عندنا 40 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية برضو ما كانتش موجودة، و20 مدرسة حكومي دولي، ودي غير اللي بيحصل داخل منظومة التعليم. والأهم هو إن احنا كمان هنسرع في بناء المناهج الجديدة، بحيث هنحاول نقصر الطريق في بناء المناهج اللي كان عشان نوصل من رابعة ابتدائي لآخر الخط محتاجين 8 سنين، هنحاول نختصرهم لأربعة بنص المدة. هنحط جهد أكبر علشان نلحق نوقف نزيف الشباب اللي ما بيطلعش مؤهل. محتاجين نستعجل عشان صعبان علينا أي طالب جوه المنظومة ما ياخدش حقه من التعليم الجاي. بس ده محتاج تفهم من الجميع ان احنا محتاجين وقت، وان في موازنات مطلوبة لتحقيق ده مش دايما هتبقى موجودة، فلازم نستحمل في سبيل ولادنا، نتعب مع بعض عشان نحقق لهم افضل ما يمكن. يعني دكتور طارق، يعني انا قلبي معاك دايما والله، ومقتنع تماما بكل ما يجري، لكن عايز اطمن، هل خفت حدة المقاومة من اصحاب المصالح للمشروع القومي؟ يعني هي موجات بتتكرر كثيرا، ولكن اللي يهمنا احنا اللي نصب اعيننا الاطفال يستحقوا ما هو افضل. ما يختلف عليه الكبار، سواء كانت مصالح، سواء كانت خوف من التغيير، سواء كانت غياب لثقافة التعلم، لا يمكن انه يعني يخلي عينينا تتشال من على مصلحة الاولاد. دي أول نقطة. تاني نقطة، لا، المصالح هتظل موجودة وهتاخد وقت لحد ما ترفع الراية. طول ما عندها فرصة لإيقاف التطوير هتحاول، وحضرتك شايف طبعا. والمصالح دي كلمة واسعة النطاق، احنا مش بنقولها مجازا، هي موجودة، موجودة في كل نقطة، كل حاجة بتتعمل في قصادها مصالح ناس بتحاول تحافظ عليها. قد لا يكون لها، لا هي عادة لا علاقة لها بمصلحة الولاد على الإطلاق، ولا بتطوير التعليم، ولا بمصلحة الدولة، وإنما صاحبها متمسك بيها على حساب كل شيء. فإذا قررت تطبع كتب، تعمل كتب إلكترونية، الناس اللي بتطبع هتزعل، والناس اللي بتبيع ورق هتزعل، وهكذا الناس اللي في المكتبات اللي بتكتسب من الكتب برضو هتزعل. إذا حاولت تغير
مين اللي بيحط الامتحان اللي كان بيحطه زمان هيزعل. اذا قلت هنعمل امتحان الكتروني يعني مفيش كنترول، فاللي كان في كنترول وهكذا. لو كلنا شفنا المصلحه العامه، مصلحه الدوله، المستقبل، مستقبل ولادنا، يمكن ان نتقبل التغيير ونطلبه. بس الحفاظ على هذه المصالح هيوقفنا محلك سر زي ما كان ل 30 40 سنه اللي جابتنا لحد النقطه دي. فاعتقد يمكن اجمل يعني من الجمل الهامه اللي سمعتها النهارده كمان من احد الساده الخبراء، انه احنا ما عندناش رفاهيه الفشل. يعني النزيف ده في العقول لازم ايقافه، لان مصر راس مالها بشري. صحيح. ولادنا عندهم قدره يستحقوا ان احنا نستثمرها، يعني عشان ده اللي هيشيلنا الحقيقه في السنوات اللي جايه. دكتور طارق، حسيت بايه لما الرئيس النهارده قال هذا التعبير ان طارق شوقي خدها لدماغه لغايه ما مات؟ حسيت بايه حضرتك؟ والله انا فوجئت الحقيقه. بس يعني بص، هو لولا الرئيس، انا قلت كده في الاول، لولا السيد الرئيس وايمانه والساعات اللي تمت فيها بحث رايحين فين وهنعمل ايه، الرئيس مهتم بالقضيه دي من اول يوم له حقيقه يعني، وكان بيتكلم عليه من اول يوم قبل ما حضرتك تسمع عن تطوير التعليم في الوزاره وكده، كان يعني النقاش ده موجود لمده سنتين. ولما اتعمل بنك المعرفه سنه 16 كنا مستهدفين نقله تنويريه في اتجاه تعليم افضل. بس طبعا يعني التنفيذ مش بسهوله، وتغيير الوعي احنا بنتعلم ليه او بنروح المدرسه ليه، ده اصعب مشكله بتواجهنا الحقيقه، هي اهتمام او انا اللي بسميه عباده صنم الامتحان وعباده الدرجه على حساب كل شيء. فانا اعتقد ان احنا نجحنا، حط تحتيها خط، لما نجيب درجات او الامتحان يبقى سهل، بس ما بنتكلمش خالص عن المهارة اللي عندنا ولا مش عندنا. انا بقرأ وبكتب كويس، بعرف علوم وحساب، بعرف افكر، بعرف اتكلم، بعرف اناقش ولا لا، بنتكلم على الدرجة بس. وهذا الحوار محتاج كلنا نقوم بيه لحد ما نسترجع ثقافة التعلم اللي كانت موجودة بشدة، وان الوجاهة مش فيما املك، الوجاهة فيما اعرف. صحيح. وفيما استطيع ان افعل. فطبعا كل ده اتغير مع الوقت، والولاد محتاجه تشوف قدوه تفهمها انه المعرفه هي الحاجه اللي افخر بيها، مش اي حاجه تانية. صحيح. مش درجه زائفه، فالموضوع ما يحتملش يبقى معانا درجات زائفه وشهادات وخلاص. انا بشكرك جدا معالي الوزير المحترم المكافح المقاتل طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تفضل به وأيضا على مجهوداته خلال هذه المرحلة.